طيب اروح للكابتن احمد عادل وهو يقول لنا يعني الطريقه الانسب للنادي الاهلي وهيواجه الزمالك ازاي، واعرف رايك برضه في فريق نادي الزمالك يا كابتن احمد. بص انا اعقب برضه على بعض النقط اللي قالها كابتن وليد. تمام. انا اكلمك عن السياسه اللي موجوده داخل النادي الاهلي، برغم ان حتى لو في مشاكل كمجلس اداره النادي الاهلي وكمدير الكوره في النادي الاهلي كان كابتن سيد عبد الحفيظ بيقدر يلم بكل المشاكل اللي داخل الفريق. ايوه متعودين دايما ان هم حتى لو في بعض المشاكل جوه لكن بيقدروا يقفلوا على نفسهم بشكل جيد. اكيد اللعيبه مركزه. انا بشوف ان اوضه لبس النادي الاهلي من اهم اوض اللبس كلعيبه مع بعض، استقرار وهدوء استقرار حتى لو في وهدوء. مشاكل بسيطه. لا ما بتاثرش على اداء الفريق، لكن في بعض الاوقات طريقه مستر موسيماني بشوف ان هو ممكن ما بيلعبش بنفس الطريقه اللي تتناسب مع اللعيبه اللي معاه، لكن عنده لعيبه عندهم الخبرات ومن القدرات ان هم بيقدروا يؤدوا حتى في المباريات الكبيره. وانا بشوف ان المباريات دي مباريات لعيبه ايوه اكتر منها مباريات مدير فني. الحافز اللي عند اللعيبه، الطموح اللي عند اللعيبه، الاهداف اللي عند اللعيبه. لكن النادي الاهلي دايما بيبقى كويس لما بينزل يفرض اسلوب لعبه. وانا دايما بقول ان بتلعب زمالك، بتلعب اي فريق كبير، انت عندك مقاومات كالنادي الاهلي او اللعيبه اللي عندك ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك مع اي فريق، لكن هتتاثر ادائك هيتاثر، وخصوصا لما هتلعب بطريقه 4 3 3. لكن لو هتلعب بالطريقه المعتاده 4 2 3 1 هنا هتقدر تستغل كل مفاتيح اللعب اللي عندك. لعيبه متعوده على الطريقه دي، هتستغل قفشه كويس لان هو محور اللعب او المتحكم في رتم اللعب كقفشه. فانا شايف ان الطريقه دي هي اللي تتناسب مع 4 2 3 1 4 2 3 1، ودي اللي بتديك الافضليه دايما. اللي هي الطريقه التقليديه اللي كان بيلعب بيها الاهلي قبل كده. هو دوت. طب ما لعب 3 4 3 في ماتش الاسماعيلي وكسب 4. بص كان في فروق فرديه، في فروق فرديه اللي عايز اتكلم فيها برضو على الصفقات الجديده. الصفقات الجديده اثبتت نجاح. بيرسي تاو جاب هدفين، رجله عارفه طريق الجون. ويمكن هنا المدير الفني لما بيجيب لعيب وبيراهن عليه، فاللعيب لما يكون عند حسن ظنه بنشوف الفرحه اللي على مستر موسيماني بعد بيرسي تاو ما بيسجل. لويس ميكسوني لعيب جيد لكن لسه ما دخلش في الفرقه. عشان كده هتلاقي مستر موسيماني بيعمل مباريات وديه دايما. عشان بحس ان اللعيبه اللي بره تقدر تخش، وخصوصا في الفرق الكبيره يا كابتن كريم ان انت محتاج ان ال 25 لعيب يبقوا كلهم رجلهم في الملعب. صح. لكن مباراه اهلي وزمالك مالهاش علاقه فنيا قبل كده كنت عامل ازاي، لكن هي حاله اللعيبه تتوقف على حاله اللعيبه يوم المباراه. صحيح. فاتمنى طبعا التوفيق للفريقين وان شاء الله تبقى مباراه تليق ب. طيب قول لي تشكيله الاهلي هيلعب بيها، او انت تفضل تشكيله او تتوقع موسيماني يلعب ازاي الماتش الجاي؟ لو هنتكلم عن حراسه المرمى، انا كاحمد عادل احط علي لطفي. علي لطفي مش الشناوي، عشان نبقى فير. ان علي لطفي بعكس اللي حصل قبل كده لو نتذكر السنه اللي فاتت كان في اصابه للشناوي، وعلي لطفي عمل ماتش كويس، عمل ماتشات كويسه، وبعد كده جه في مباراه سموحه رجع الشناوي فكان في خطا. لكن هنا مهم جدا ان انت بتشتغل على عامل التوفيق يا كابتن كريم. عامل التوفيق ده مش هيجي الا من الفير داخل الفريق. فعلي لطفي هو اللي بيلعب الفتره دي، هو يقدر ان هو ياخد. لسه الشناوي على ما اعتقد ما كملش شفاءه 100%. لا هو خف 100% بس ممكن يعني الجاهزيه بقى، الجاهزيه الفنيه وفورمه الماتشات لسه مش موجوده. عارض في رجله في الملعب بس المعلومات اللي عندي ان محمد الشناوي يعني بنسبه كبيره هيكون هو حارس مرمى الاهلي. انا بتكلم على توقعاتك انت او الافضل اللي انا بفضله يعني. هلعب بدر بانون وايمن اشرف، علي معلول، اكرم توفيق، يلعب حمدي فتحي، السوليه قدامهم قفشه، يلعب بيرسي تاو ناحيه اليمين. والناحيه الشمال كهربا بره الماتش. ممكن حسين الشحات. حسين بيلعب يمين. لا حسين بيلعب يمين. هي دي بقى المشكله. طاهر محمد طاهر جاب اتنين شهور. ممكن العب شريف طرف. محمد شريف طرف، ويلعب حسام حسن. فيرو. فادي حسام والله يعني ادي حسام في المباراه دي. حسام من اللعيبه صفقة جيدة للنادي الأهلي. لو خد فرصة حتى في المباريات الكبيرة هو عنده من الشخصية إن هو يقدر يأدي مباراة جيدة. أعتقد مش هيعمل كده، إن هو يعني مش هيغير محمد شريف إن هو هداف الفريق، يغير مركزه، وفي نفس الوقت الواجبات الدفاعية للعيب اللي هيلعب في الحتة دي هيشوف حد يقدر يرجع. يعني برضه محمد شريف وحسام حسن اتنين مهاجمين مع زمالك، صعب إن هو يلعب كده يا كابتن أحمد. ممكن يلعب في واجبات دفاعية مش هيقدروا يعملوها. ممكن يلعب بيرسي تاو ويلعب احمد عبد القادر.
احمد عبد القادر. هو فعلا احمد عبد القادر يعني محط اهتمام موسيماني خلال الفتره الحاليه. هو لعيب جيد جدا وكان مقدم مع سموحه بشكل جيد، وقدر المباراه مباراه الاسماعيلي يحرز هدف. وانا بشوف ان من في المباريات الكبيره هي بتبين اللعيبه، بتبين اللعيبه لعيب جيد يتحمل الضغوط او لا. فاحمد عبد القادر من اللعيبه الجيده اكيد.